هذه هي الصفحة الرئيسة للموقع الذي من خلاله يمكنك التسجيل الدخول لحسابي والبدء برؤية حسابك وإدارته. مميزات هذه الخدمة: يمكنك عن طريق هذه الخدمة استعلام الرصيد والتحولات السابقة أو التحويلات السابقة والمعاملات السابقة، يمكنك الاطلاع عليها، ويمكنك إجراء كشف حساب، وأيضا يمكنك استعراض أسعار صرف العملات والاطلاع عليها، وأيضا يمكنك طلب دفتر شيكات والنظر أيضا في حالة طلب دفتر الشيكات. أيضا الخدمة تتوفر باللغة العربية واللغة الإنجليزية. الآن سوف نقوم بالدخول على حسابنا الشخصي. عفوا، قبل الدخول إلى الحساب الشخصي للاشتراك في الخدمة يجب أن يكون عندك حساب في بنك الخرطوم أولا، وبعد ذلك اتصال على هذا الرقم الموضح هنا 19 13 أو الرقم 015 666 ألف. بعد ذلك سوف يطلب منك معلومات حسابك وما إلى ذلك. إن شاء الله سوف يمدوك بالمعلومات اللازمة. سوف تقوم باختيار اسم المستخدم وكلمة المرور التي سوف ترسل إليك. هي سوف ترسل إليك، لن تقوم باختيارها، سوف ترسل إليك عبر الفرع أنت مسجل منه حسابك في بنك الخرطوم. فترة إرسال كلمة المرور سوف تختلف إذا كنت في ولاية الخرطوم أو قريب من المركز أو الرئاسة بنك الخرطوم، سوف تأخذ 2 أو 3 أيام. أما إذا كنت في الولايات قد يأخذ 10 أيام 12 يوم حسب بعد الولاية من الخرطوم. سوف أوضح لكم المظروف. عادة أنا حقيقة سجلت يعني قمت بتسجيل اسم المستخدم عند الاتصال بخدمة المشتركين، لكن حقيقة الآن أنا أقوم بالدخول برقم حسابي. رقم حسابي في بنك الخرطوم هو الآن أنا أستخدمه كيوزر نيم. مفترض أن أقوم بالدخول ب اسم المستخدم التي قمت باختياره عند الاتصال بخدمة المشتركين، لكن لم أتمكن من ذلك، لا أعرف السبب. عموما سوف أقوم بتسجيل الدخول. أنا الآن أقوم بتسجيل الدخول عن طريق رقم حسابي. معلومة أخرى: عند التسجيل أو عند التسجيل عن طريق الهاتف سوف يقومون بإرسال كلمة أو اسم المستخدم على البريد الإلكتروني الذي تمدهم به. الآن بسم الله سوف نقوم بالدخول، أو أولا دعنا نغير اللغة العربية. كما ذكرنا هنالك اللغة العربية ولغة إنجليزية ولغة فرنسية، أنا سوف نختار اللغة العربية. الآن غيرنا لغة الموقع للغة العربية، سوف نقوم بإدخال اسم المستخدم، وبعد ذلك نقوم بإدخال كلمة المرور. الآن سوف نقوم بالدخول. الآن تم الدخول، وهي هي الواجهة الرئيسة أو الصفحة الرئيسة. هنا الرسائل التي تقوم باستقبالها صندوق الوارد عند مراسلتك لخدمة العملاء، وهنا يمكنك الاطلاع على معلومات عن الحساب بتاعك. هنا رقم الحساب الخاص بك، وهنا اسم المستفيد أو اسم
العميل، وهنا أنواع الحساب سواء حساب توفير أو حساب ادخار أو حساب جاري أو ما إلى ذلك. وهنا العملة إذا كان عملة بالجنيه أو بالعملات الحرة، وهنا الرصيد المتوفر لك على حسابك. وهنا يمكنك الاطلاع على المعاملات، كل المعاملات التي تمت في حسابك يمكنك الاطلاع عليها من هنا. يمكنك أيضا من هذه القائمة تغيير كلمة المرور التي قمت باستلامها بكلمة مرور جديدة، هنا ادخال كلمة المرور القديمة. وهنا يمكنك كتاب كلمة مرور أو كلمة السر الجديدة ثم تعيد كتابتها هنا مرة أخرى. العمليات السابقة هي العمليات التي قمت بها على الحساب الخاص بك. يمكنك إظهار العمليات السابقة وذلك بتحديد التاريخ، تاريخ المعاملة حسب التاريخ. هنا يمكنك أن تقوم بعملية كشف حساب لإظهار رصيد وبيانات حسابك وما إلى ذلك عن طريق الأعمال المصرفية. وهنا البطاقات ودفاتر الشيكات، يمكنك تقوم بإظهار تقرير عن حالة دفتر الشيك أو شيكات خاصة بك، أو يمكنك طلب دفتر شيكات من هنا. وهنا أيضا خدمات أخرى، خدمة الآلة الحاسبة المالية، وهنا قائمة أسعار صرف العملات، هنا الين الياباني وما إلى ذلك، الريال القطري والدرهم الإماراتي والريال السعودي والعملات الأخرى، العملة الكندية وما إلى ذلك. وهنا الأسعار، أسعار الشراء وأسعار البيع وما إلى ذلك. طبعا هذا الحساب أو هذا الطريق لدخول حسابك تمكنك طبعا بإجراء بعض العمليات على الحساب، وحقيقة هي خدمة مميزة وبنكي مميز. إن شاء الله في الشروحات القادمة سوف يكون هنالك شرح عن خدمة موبايل بوك أو إم بوك، تطبيق الموبايل الخاص ببنك الخرطوم، وهو تطبيق مميز جدا يمكنك من خلاله إرسال أموال واستقبال أموال واستعلام الرصيد، ويمكنك تغذية رصيد هاتفك الجوال أو الموبايل وما إلى ذلك. إن شاء الله سوف أضع الرابط، رابط الموقع أسفل الشرح، وإن شاء الله كل الشروحات إن شاء الله تكون على القناة قناة السودان للتقنية. تقبلوا تحياتي، أنا نوردام صفوت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.